أعلن مركز التسوية وفض المنازعات أعلن رفض الدعوة المقدمة من جانب النادي الأهلي للتظلم من قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بإلغاء جمعيته العمومية. وقرر المركز اعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة رسمية للنادي الأهلي. وأعلن المركز أنه بعد مناقشة القضية من جميع الجوانب والجهات تأكد أن النادي الأهلي أخطأ في الإجراءات بالدعوة للجمعية العمومية الخاصة، وبالتالي تقرر تطبيق اللائحة الاسترشادية عليه بشكل رسمي. وتشكلت هيئة المحكمة التي ناقشت القضية من المستشار الدكتور فتح المصري العربي نائب رئيس محكمة النقد، والمستشار حسن أبو الوفاء رئيس محكمة جناية القاهرة، والمستشار هشام أبو عالم نائب رئيس محكمة النقد.